تحايا كبرى لكم جميعا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج رئيس التحرير. في هذه الحلقة سأتناول موضوع الهجرة ولكن من زاوية الاتحاد الأوروبي والمغرب. وموضوع الهجرة عندما نتكلم طبعا عن الهجرة نتحدث عن الهجرة السرية أو كما تسمى في بعض الأحيان الهجرة غير الشرعية. هناك لدي معلومة تفيد التالي: لجنة من الاتحاد الأوروبي ستزور كل من مدينتي سبتة ومليليا ثم الناظور من أجل وضع تصور شامل أوروبي أي من طرف الاتحاد الأوروبي وللتعاون مع المغرب بالدرجة الأولى والتعاون مغربي إسباني للحد من الهجرة السرية. هذه اللجنة لم يحدد موعد لها ولكن في الغالب ستكون في غضون فترة قريبة جدا. أستطيع أن أقول بأنه طبقا للمصدر الذي استقيت منه هذه المعلومة ربما تكون هذه الزيارة قبل نهاية الشهر الحالي أي شهر سبتمبر. ما هو الغرض لهذه اللجنة وكيف ستؤثر في موضوع الحد من الهجرة السرية؟ الغرض هو أولا عمل ميداني، ولذلك سنلاحظ بأنه عدد من الصحف والإذاعات والتلفزيونات أوفدت منذ الآن بعض فرق للعمل في المنطقة. بمعنى آخر سيكون هناك عملا ميدانيا. كم هو العدد؟ ما هي بطبيعة الحال لن يبحثوا في ما هي الأسباب ولكن ما هي الطرق التي يمكن أن تحد من هذه الهجرة السرية؟ علينا أن نتذكر بأن الاتحاد الأوروبي سبق له أن حاول تقديم بعض المساعدات لدول إفريقية من أجل الحد من الهجرة السرية، بل أكثر من ذلك استعان حتى بميليشيات غير خارج المؤسسات العسكرية في بعض الدول من أجل الحد من تدفق المهاجرين، ولكن هذه السياسة لم تعطي نتيجة. يبدو الآن أن هناك تصور آخر ربما يتبلور بعد زيارة هذه اللجنة. طبقا لمعلومات أيضا لمصادر أثق فيها أنه حاليا توجد في منطقة الناظور حوالي 300 مهاجر، كانوا في حدود 5000 مهاجر، الآن تقلص العدد إلى 300 مهاجر من عدد من دول إفريقيا. في هذا الصدد هناك بالطبع إشكال كبير في تحديد ما هي جنسيات هؤلاء المهاجرين. نحن نعرف بأنه المهاجرين يأتون في الغالب خاصة في الفترة الأخيرة يتدفقون خلال العشر سنوات الأخيرة على ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي، ومن ليبيا ينتقلون إلى الجزائر والجزائر تدفع بهم إلى الحدود المغربية. هذا هو مسار الهجرة السرية. بطبيعة الحال هناك مهاجرين سواء كان من ليبيا أو السواحل الليبية أو السواحل التونسية يركبون القوارب من أجل الوصول إلى البر الأوروبي، ولكن معظم المهاجرين هذا هو طريقهم، وخاصة حقيقة أن هناك، وأنا تحدثت لبعض المهاجرين، تحدثت في فترة قريبة مع بعض المهاجرين وبينوا لي بوضوح بأن هناك شبكات بالفعل تساهم في نقلهم من ليبيا إلى الجزائر ومن الجزائر إلى الحدود المغربية. بل أكثر من ذلك أقول سموا شخص يقال أنه يتحدر من الكاميرون هو زعيم هذه الشبكات. وبطبيعة الحال عندما نتكلم عن شبكات نتكلم عن أيضا نتحدث عن مقابل مادي، بمعنى أنه يلزم المهاجرين بتأدية بعض الأموال من تبدأ من 50 إلى 100 إلى 200 إلى 300 أورو حسب كل حالة. ففعلا ازدهرت تجارة الإتجار بالبشر وشبكات الإتجار بالبشر بعد ارتفاع عدد المهاجرين.
في هذا الصدد فيما يتعلق بالدعم الأوروبي، أشير هنا إلى أن المغرب كما قال السي خالد الزروالي وهو مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية، قال في تصريح نقلته وكالة إيف الإسبانية بأنه المغرب يتلقى سنويا 427 مليون يورو، وأن هذا المبلغ غير كافي من أجل الحد من الهجرة، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالحد من الهجرة ولكن إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. فتحدث بوضوح، قال بأنه المبلغ الذي يتلقاه المغرب من الاتحاد الأوروبي غير كافي. عندما يكون هناك مهاجرين، بطبيعة الحال هناك منظمة الهجرة تابعة للأمم المتحدة موجود لها مكتب في الرباط، تسعى وتعمل على نقل هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. أكثر من ذلك، تزويدهم ببعض المال من أجل إنشاء مشاريع تدر لهم دخلا وتضمن لهم عمل على الأقل، حتى لا يعودون إلى البطالة مرة أخرى وبالتالي يفكرون في موضوع الهجرة. إضافة إلى ذلك، لفت انتباهي تصريح أدلت به وزير التضامن الإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار فيما يتعلق بأنه بعض الدول الإفريقية بدأت تطلب من المغرب التعامل الذي يقوم به مع المهاجرين السيئين وسياسته في هذا الجانب، ومن بين هذه الدول أخيرا يعني قبل بضعة أيام كان هناك زيارة وزير أومارو ديارة وزير المهاجرين والهجرة في مالي، وتم الاتفاق على تقديم خبرات مغربية في مجال محاربة الهجرة السرية لهذه الدولة. بطبيعة الحال هناك ما تزال المآسي، وللأسف بأنه معظم محاولات الهجرة بالقوارب من الشواطئ المغربية خاصة على ساحل المحيط الأطلسي عادة ما تنتهي بكوارث، وقد تابعنا بأن هناك عدة كوارث، 3 قوارب أدت إلى غرق جميع من كانوا على تلك القوارب في منطقة بين تقريبا من ساحل أكادير وإلى ربما حتى قريب ساحل طرفاية. مآسي ما تزال مستمرة. بطبيعة الحال أيضا نشرت تقارير، وهي تقارير يعني مبنية على معلومات من مصادر يوثق بها، وهي تتحدث عن أن مركز المهاجرين في فالنسيا فيه عدد من المهاجرين السريين المغاربة محتجزين في ظروف مزرية جدا، وتقدم لهم بعض الوجبات وهي مليئة يعني وجبات غير صحية مطلقا بل ضارة مليئة بالديدان وما إلى ذلك. إضافة إلى هذا الأمر، آخر الأخبار أيضا تفيد بأن هناك مهاجرين مغاربة كانوا على جاء انتقلوا من تركيا إلى حدود هنغاريا تعرضوا إلى معاملة سيئة جدا، وإلى درجة أن نزعت ملابسهم وفي ظروف مهينة. كل ذلك هو ثمن الذي يدفعه هذا الشباب، يواجه كما أقول يواجه الموت من أجل الحياة، ولكن للأسف في الغالب يكون هناك المآسي وتكون هناك الظروف المزرية وتكون هناك الكثير من المعاناة. في كل الأحوال في رأيي بأن الحل في الواقع يوجد في الدول الأفريقية، والحل يوجد عند الدول المتقدمة سواء كان الاتحاد الأوروبي أو غيره، وهي إقامة مشاريع تستوعب هؤلاء الشباب، مشاريع أيا كانت هذه المشاريع. أنا لا أعتقد بأنه شاب في أي دولة من دول جنوب الصحراء يجد عملا قارا سيترك هذا العمل ويتجه نحو قارب في الغالب يمكن أن يؤدي إلى الموت أو يذهب إلى معسكرات احتجاز ليعامل معاملة مهينة أو يسقط في أيدي شبكات الإتجار بالبشر، وبالتالي يصبح هو وأسرته وأقاربه
فريسة لابتزاز من أشخاص في الواقع يعني أو من شبكات لا ترحم. هذا المخرج هو هذا تعاون أفريقي مع دول متقدمة، وهو ما طرحه المغرب بصراحة في موضوع التعاون المتعدد الأطراف للقضاء على هذه الظاهرة. هذا ما أعتقد، وشكرا جزيلا لكم.